رئيس الجمهورية التقى رسالة دعوة من أخيه وصديقه بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا باسمه كرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الاتحاد الإفريقي لحضور مناسبة من أجل التذكير بالإبادة الجماعية اللي تعرض لها مجموعة توتسي في رواندا وحضر لها. وللتصحيح، لم يقف رئيس الجمهورية في جانب إلا جانب بول كاغامي، ما وقف في جانب أي رئيس آخر. وحضور الرؤساء في النوع من القمم نحن ما لنا متحكمين فيه، تواجدهم مدعوين من طرف البلد. الأساسي أنه هو لم يقف إلا بجانب الرئيس بول كاغامي، وهذا يقع كل مرة سواء في المنظمات الدولية في نيويورك وبلاد أخرى. ياسم الدول يعود رقاه ما يبقي يجابر معاهم بليده، ولا يبقي يعود معهم تحت نفس السقف ويجابروا، لان ظروف العمل وظروف الدوليه تفرض. والاساسي ان ما خلق بعد جبار ولا خلق مولي التماس، لكن هو مباشر.